أنا هرغي شوية معاكم النهاردة لأني أنا ضيفة الحلقة دي. اللي شفتوه دلوقتي هو اسم الحلقة بتاعتنا اللي هو البالونة فرقعت. ساعات بتخيل، سيبك من البالونة وحط مواقف تاني زي اللي سيف حكاها مع مامته، أنه كان نجمة عنده هنا الميس رسمها له، أو كان عنده كورة كده بيداس عليها زي ما أنتوا شفتوا مش عارفة بيطلع منها إيه، فماما من غير قصد عملت إيه اللي أنتوا شفتوه يعني في التقرير ده. بس فرقعت يعني البالونة فرقعت، يعني الستار ده اتمسح والكورة باظت والبالونة بتاعتي فرقعت. كله ده اسمهم البالونة فرقعت. يعني ايه البالونة فرقعت؟ يعني حاجة عند ابنك باظت، مسدس الخرز ضاع بتاع المسدس، العروسة بوزي العروسة حطتها في سناني فضوافرها عملت ازاي العروسة دي، اسمها بالونة فرقعت عنده. ايه بقى المقصود ببالونة فرقعت؟ البالونه فرقعت دي عند ابنك، عارف من غير اي مبالغه، عارف زي ايه؟ زي باني الموبايل بتاعك الحديث جدا اللي لسه جايبه من شهر يقع على مؤاخذه جوه الحمام وما يرجعش يبقى موبايل، يرجع يبقى اي حاجه تاني، ماشي؟ او زي حضرتك هقول لك زي ايه، زي اهميه ايه عندك، زي مثلا اهميه السشوار مثلا بتاعك اللي بتعملي بيه شعرك، او زي فردة الكاوتش بتاعت العربية اللي فرقعت لما كنتي رايحة الانترفيو للشغل اللي كنتي بتموتي عليه ليكي سنتين وعايزة تروحيه. نفس المواقف دي اهميتها عندك وعندك نفس اهمية اني البالونة فرقعت، او نفس اهمية ان النجمة اتمسحت اللي الميس عملتها لي. تعالى بقى اقولك انا بعمل ايه. انا لما بنتي البالونه منها فرقعت، ثانيه بس اقعد كويس، لما بنتي البالونه فرقعت منها قعدت اقول لها يا هبله دي بالونه لا راحت ولا جت، ويعني ده انت يجيب لك 100 بالونه، لا ده الموبايل واقع، يعني زي الموبايل واقع عندك كده، لا ده حضرتك زي العربيه عطلت وانت عندك انترفيو، زيهم بالظبط نفس الاهميه. بس احنا بنشوفها ان العيال ايه تافهه، وبنشوف ان العيال دي مخها فاضي، الواد زن 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 وبكى وخرب الدنيا كانه ميت له ميت عشان بالونه. اه ما الحقيقه هو ميت له ميت، البالونه بتاعته بالنسبه له ميت له ميت. بنعمل ايه احنا؟ الموقف اللي شفتوه ده انا الحلقه دي فرق معايا قوي قوي قوي. احنا ما كناش متفقين على فكره، يعني احنا بس سالنا الماما قبل الحلقه في اي موقف فاكراه كده، فقالت لنا موقف النجمه ده علشان نقول بيه المثل. لكن موضوع الحضن الجميل اللي شفتوه من سيف ده انا نفسي اعلق عليه، وبعد كده هرجع للبالونه فرقعت. شفتوا الحضن ده؟ شفتوا سيف لما عينيه دمعت، وشفتوا لما قلت له سيف انت عينيك دمعت، فراح قال لا، رحت انا سبته طبعا بكامل حريته، خلاص هو مش عايز يقول ان هو عيط، ماشي. بس شفتوا الولد فرق معاه كلام مامته ازاي والوعود؟ سيبكم من الموقف الجميل ده وهنرجع له برده تاني، بس انا عايزه اقول موضوع البالونه فرقعت ده مهم جدا 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 جدا. ارجوكم 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 افتكر كويس ايه اكتر حاجه حصلت، موقف حاجه عندك باظت او حاجه ضاعت ومش لاقيها، وكانت نفسيتك عامله ايه؟ نفس نفسية ابنك أو بنتك لما البالونة اللي شيل كلمة البالونة وأي لعبة من لعبه تبوظ. أو مش بس كده، الموضوع مش موضوع لعبة، الموضوع موضوع موقف. نفس مضايقتك من واحد صاحبك ندل معاك ندل واداك اسفين محترم عند المدير، هو نفس فكرة أني ابنك وهو في المدرسة راح واحد صاحبه وهو ماشي داس على رباط الجزمة فرباط الجزمة فك. قوة ده عند ابنك أو بنتك نفس قوة إن واحد صاحبك إداك اسفين محترم للمدير. بتشوفوا أنت بقى إزاي الموقف ده؟ بتتعامل مع ابنك إزاي؟ المشكلة مش بس بتشوفه إزاي، أنت عارف لما أنت كنت في سن ابنك وحضرتك كنت في سن ابنك أو بنتك، كنت برضو بتزعلي عشان البالونة اتفرقعت، وبرضو بتزعلي إن رباط الجزمة اتفك من واحد صاحبك داس عليه بالغلط. بس المشكلة إن إحنا دلوقتي نسينا. نسينا ان احنا لما كنا اطفال كانت بتفرق معانا الحاجات دي، ونسين خالص ان ده العالم بتاعه، ده بالونته هي العالم، الستار بتاعته دي حاجة قوية جدا. الميس قالت له انت شاطر ورهيب، وراحت رسمت له ستار زي مكافأة كده، الشيك بتاع المدير اللي قالك انت اديت اداء حلو فخد الشيك ده، والشيك ضاع منك فحزنت. بالظبط الستار عند سيف زي الشيك للمدير الدهولك وانت مش لاقيه عشان ضاع يومين. نفس الأهمية، بس انت بتستقبل بالونة ابنك اللي فرقعت ازاي وهو بيحكي. حاجة محزنة جدا 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 لو حصلت معاك تبقى متضايق
وجايب اخرك كده وبتحكي مع المدام بتقول لها شفتي شفتي وائل وندلته، معرفش مين وائل يعني بس اي اسم، شفتي وائل وندلته وعمل ايه النهارده؟ دخل قال للمدير ان انا قصرت في الشغل ومش عارفه ايه وايه، وتحزن بقى وتقعد وتشرب حاجه تنسى بيها همومك علشان وائل ندل معاك، بس ابنك مش مسموح له، مش مسموح له يحس بنفس الاحاسيس لو بالونته فرقعت. عايزه اقول ايه؟ عايزه اقول قدروا بلالين عيالكم، قدروا مواقفهم اللي انت شايفها دلوقتي صغيره واللي حضرتك شايفها صغيره، لان دي الدنيا بتاعته، ده العالم بتاعه اللي بيفرق معاه. عارف عملتها انا وجربتها مع بنتي بعد ما اتعلمت الموضوع ده، كانت بتعيط تاني، بتعيط علشان العروسه بتاعتها فعلا من كتر يعني حد صاحبها جه فأرود ايدين العروسه ففتلت كده الايدين يعني وبرت شويه او كده، فجاه تقولي بصي عروسه، اقول لها شايفاها يا هنا يا ماما دي بص عملت ازاي، انا متضايقه فعلا يا هنا ان العروسه، يا ماما دي عروستي المفضله، اقول لها فعلا انا عارفه انك انت بتحبيها جدا، طب يا هنا انت حاسه بايه دلوقتي يا حبيبتي، قولي يا ماما دي عروستي انا حزينه عليها، اقول لها وانا حزينه عشان انت حزينه يا حبيبتي. البنت بقت كويس اكتر، تخيلوا يعني البنت لقت حد حاسسها وحد فاهمها وحد مقدر ان عروستها باظت، بقت لسه متضايقه ان عروستها باظت بس لقت ماما فاهمه قوي وماما حاسه قوي وماما مقدره وطبطبت قوي عليها، قالت لها حبيبتي انا حاسه بيكي وانا زعلانه كمان علشان عروستك. نفسي جدا جدا نعمل كده مع عيالنا، نقدر بلالينهم ونقدر مواقفهم اللي بالنسبه لك تافهه لكن بالنسبه لهم هي الدنيا وما فيها، هيفرق معاهم وهيحسوا ان في 60 داهيه البالونه دي، ماما حست ان البالونه فرقه معايا. رغيت كتير لكن كنت عايزه اوصل لكم الرساله المهمه دي، لان انا جربت اقدر وجربت ما اقدرش وشفت الفرق في بنتي عمل قد ايه. الحاجه الاخيره تاني اللي عايزه ارجع اقولها قبل ما خلاص نخلص الحلقه دي، الحضن الجميل اللي سيف اداه لمامته. ليه؟ عشان مامته قالت له كده سيف انا بحبك وفي حاجات جميله فيك هي كذا وكذا وكذا، وانا بوعدك اني احاول امسك نفسي ومش عارفه ايه وايه. الولد من غير ما نقول له مش هنملينه يعيط، قام وراح قال لماما طب ممكن احضنك، واداها الحضن اللي بالدنيا ده. تعملوا ايه لو هتقبلوا يعني نصيحتي؟ روحوا دلوقتي بعد الحلقه دي انده ابنك واندهي حضرتك ابنك او بنتك وقولوا لهم كلام جميل كده، قول لهم انا بحبك بمناسبه ومن غير مناسبه، قول لهم انا مقدر لما جيت، انا اسف عشان لما جيت كنت متضايق من الموقف الفلاني انا ما كنتش فاهمه بس انا دلوقتي حطيت نفسي مكانك لقيت انا كمان كنت هتضايق. جربوا وهتاخدوا حضن ما خدتوهوش في حياتكم، جربوا وهتشوفوا عينين لمعت ما شفتوهاش قبل كده لمعت، عشان العيال دول انتوا بالنسبه لهم زي ربنا كده بالظبط. اهتموا بعيالكم وده مفتاح من مفاتيح تاني لاولادكم انكم تهتموا بتفاصيلهم الصغيره عشان دي بالنسبه لهم كبيره قوي.